مرحبا أصدقائي، رح نبدأ بسلسلة جديدة بموضوع الأعمال والتجارة الإلكترونية أو e-commerce and business. رح يكون عندنا سلسلة فيديوهات أو مجموعة من التوبكس رح نغطيها في مجموعة من الفيديوهات المتتالية. رح نبدأ بأول توبك، وهذا التوبك نمبر 1 بارت 1، الجزء الأول بحكي عن فكرة الانترودكشن تو e-commerce and business، وبعدين step by step رح نتعمق بهذا الموضوع in more details. So let's get started. Okay. رح نبدأ بال learning objectives. بدي أحكيها بشكل سريع، يعني بدنا نركز على بعض المين بوينتس، مثلا زي understand why it's important to study e-commerce, define e-commerce, understand how e-commerce differs from e-business. بدنا نحكي عن الميجور تايب للإي كوميرس، رح نحكي عن الإيفوليوشن للإي كوميرس وكيف تطورت الفكرة والهيستوري للإي كوميرس، رح نحكي عن ديسكرايب ذا ميجور ثيمز underlying ذا ستادي اوف إي كوميرس، رح نحكي عن الكونتريبيوتنج للإي كوميرس. اوكي، هلأ بالسلايدات اللي رح نبدأ فيها الآن، هون بحكي لك إنه ذا فيرست 30 سكند رح نحكي عن البيجينينج، كيف تطورت، عن التكنولوجي، كيف عملت عندي new opportunities، ليش أنا بدي أدرس e-commerce، بدي أفهم الفرص والمخاطر، بدي أعمل analysis لل e-commerce ideas, models and issues. Okay. So هلأ بدنا نبلش بموضوع الهيستوري. طيب هلأ خليني أحكي لكم بس هيك short story، إنه فكرة الإيكوميرس مش جديدة. يمكن بالألف وتسعمية وتسعة وسبعين طلع عنا أول مصطلح بيحكي عن التيلي شوبينج، وكان هذا المصطلح طلع بأمريكا، وكان limitation أو محدد مثلا ببيئة معينة، بمدينة معينة أو بلد معين، وكان فكرته إنه في ديفايس بتربطه بجهاز التلفزيون في ذلك الوقت، ومن خلاله ممكن تعمل أونلاين شوبينج، بس مش بالأونلاين شوبينج الموجود في الوقت الحالي. طيب خلينا نحكي بال 1994 الإيكوميرس كونسبت as we know it was not existent. Okay, by 2020, after 25 years, 2.3 billion consumers spent over 5 trillion. Businesses also spent nearly 27 تريليون. اوكي، يعني فكره او حجم الاستثمار في موضوع التجاره الالكترونيه بنشوفه انه عم بيزيد سنه ورا سنه. اوكي، بال 1990 بحكي لك انه الاي كوميرس مارك باي فيجن اند اكسبيرمنتيشن، ترانزاكشن اوكرد فيا ديسكتوب كمبيوتر اند موبايل ديفايس، يعني عمليه الترانزاكشن المعاملات ممكن تتم من خلال الكمبيوترات العاديه او من خلال الموبايل ديفايس. في نقطه مهمه هون، انه بحكي لك بال 2000 2001 اوكي الستوك ماركت كراش هيت اي كوميرس اند تيك ستوكس، مرت في عندي زي نحكي كرايسيس او ازمه أثرت على فكرة الإي كوميرس أو التجارة الإلكترونية والأسهم الخاصة بالشركات التكنولوجي. أوكي، فبالتالي نتج عن هذا الـ الأزمة أنه صار في عندي doubts about e-commerce future، يعني المستقبل الإي كوميرس أو التجارة الإلكترونية كمستقبل صار في نوع من الشك، هل ممكن نكمل فيها أو ما نكمل فيها، زي أي تكنولوجي، يعني ممكن تطلع لنا يا ما طلع لنا تكنولوجي كتير، في منها كملت، في منها عملوا لها ستوب نتيجة إنه في بعض القيود أو بعض الكوست أو بعض التكاليف صعب إني أخليها commercial for public. Okay. فهلأ بحكي لنا هون إنه surviving firms improved model and tech become powerful and affordable. إنه surviving firms إنه طلعت عندي، أو خلينا نحكي إن عنا شركات نجت من هاي الأزمة وطورت models okay وتكنولوجي، هاي التكنولوجي became powerful، يعني البزنس موديل اللي طلعته فعلا كان بزنس قوي وكان ناجح. بال 2002 ل 2007 ريتيل اي كوميرس grew at over 25% annually showing profitability. صار في عندنا نمو بنسبه 25%
اوكي، وكان في فوائد كبيرة في ذلك الوقت. بال2007 خلينا نحكي كان في نوع من تكنولوجيا جديدة نزلت على الماركت، اللي هي شركة أبل طرحت أول جهاز آيفون بذلك الوقت، هو الآيفون 1. اوكي، وكان عملوا له انترودكشن وحكوا انه هذا المستقبل، وحكوا انه هذا الجهاز فعلا راح يصير عليه كثير بروسيس، راح يكون عليه اكتيفيتيز كثير، منها بزنس، منها بيرسونال ستاف، اشياء شخصيه. يعني بالمختصر المفيد او بكلمات بسيطه جدا، انه حياتك كلياتها راح تكون على هذا الموبايل. يمكن بال2007 شوي اتس هارد تو بليف، بس لو نيجي نحكي الان بالوقت الحالي ب2024، كل حياتك ممكن بتشوفها على، او جزء كبير من حياتك كاكتيفيتيز بتعمله عن طريق السمارت فون. طيب هلا ان ذا لاست ديكيد بحكي لك موبايل ديفايسز اند ابس ريبليس ديسكتوب اند براوزر. شيء طبيعي جدا انه صار في عندي ريبليسمنت، انه بدل ما انا كنت استخدم الديسكتوب او البراوزر او اللابتوب، الان صرت عم بستخدم الموبايل ديفايسز، والاستخدام الاكبر على الموبايل ابلكيشن او الموبايل ابلكيشن. اوكي، الموبايل ديفايسز ترانسفورم انتو هابس فور ادفرتايزنج شوبينج ريدنج اند ميديا. خلينا نحكي انه الموبايل ديفايسز اللي هي اجهزه الموبايلات تحولت الى مراكز، من خلالها صار في تحولت الى مراكز للاعلانات، من خلالها ممكن تعمل شوبينج، ريدنج بوكس، ارتكل، بيبر، نيوز بيبر، تقرا اخبار، تشوف ميديا، تشوف قنوات اخباريه، قنوات تعليميه and so on. Okay. هلا بالسوشيال نتورك such as Facebook, Twitter, Instagram gained prominence. يعني صارت، او خلينا نحكي شبكات التواصل الاجتماعي اكتسبت شهرة كبيرة، زي ما احنا كلياتنا بنعرف هذا الحكي. والعدد الـ number of users احنا بنحكي مش مليون، احنا بنحكي billions across the world. Okay. هلا مثلا these platforms او الاونلاين بلاتفورمز، السوشيال ميديا بلاتفورمز، enable user to share content from video to commentary. يعني من خلال منصات التواصل الاجتماعي ممكن تعمل شير لكونتنت، محتوى معين، فيديو معين، شير لبرودكت معين، شير لسيرفيس معينه، وحتى الكومنتس ممكن تعملها شير. طيب موبايل تكنولوجي also give rise on demand local service such as Uber on demand service connect resource owner cars spare rooms with consumer mobile social and local are now the driving forces in the contemporary e-commerce. خلينا نحكي انه صار في عندنا فكر جديد في موضوع البزنس، اللي هو السيرفيس ايكونومي او الاقتصاد الخدمي، اللي هو بيعتمد على الخدمات such as مثلا عندنا اوبر او كريم، نيجي نحكي مثلا زي هانجر ستيشن، نيجي نحكي مثلا زي طلبات، كل هاي عبارة عن خدمات سيرفيس أنا بقدمها، لكن أنا بقدمها من خلال الابليكيشن أو التطبيقات اللي الناس بتستخدمها for different purposes. يعني لو أنا بدي أروح من مكان لمكان ممكن أستخدم وسيلة تنقل زي أوبر، أو مثلا بدي أعمل أوردر لوجبة غدا فور اكزامبل، ممكن استخدم تطبيق هانجر ستيشن اند، او مثلا تطبيق الطلبات. اوكي، فالتوجه الان انك انت تقدم سيرفيس، وهي السيرفيس فعلا تكون يونيك سيرفيس مميزة، وفعلا فيها بنفيتس عالي للكوميونتي او للبلد او للناس، اكيد راح يكون سكسسفل بزنس موديل، ومن خلاله ممكن تطور عليه اشياء كثير أو فيتشرز كتير. طيب e-commerce has been a big positive for our society. أكيد فكرة التجارة الإلكترونية خلينا نحكي جلبت معها a lot of benefits for people, but it's also causing some problems. هلا ال problems خلينا نحكي big issue بالموضوع ال online business هي موضوع ال security وال privacy. لأنه ممكن يصير في عندك spreading false information and making it easier for bad people to do harmful stuff. يعني ممكن يصير في عندنا abuse the information، أو ممكن يكون عندي spreading لمعلومات خطأ، هاي المعلومات الخطأ ممكن ينتج عنها أضرار للناس باختلاف
طبيعة الانفورميشن. ليه؟ يعني لو انفورميشن انت حاطها عن برودكت معين طبي او دواء طبي ممكن يسبب مشاكل صحية للناس. لو انت بتحكي عن معلومات مثلا تاريخية، معلومات ثقافية، لو حدا بكتب بحث معين وشاف معلومات معينة، اوكي، او مثلا بده يشتري برودكت معين وشاف السبيسيفيكيشن او الانفورميشن اباوت ذس برودكت about this product ممكن it's totally different than reality، فبالتالي ممكن هون تسبب لك مشاكل. هلا مثلا big companies اكيد كلياتنا بنعرف، زي مثلا امازون اللي هي من اقوى او اقوى شركات التجارة الالكترونية، فيسبوك، جوجل، يعني شركات كثير. انت حاول، وانا عم بحكي امازون، جوجل، فيسبوك، اتذكر شو ممكن يكون في عندنا شركات، اوكي، واكتب لي اياها في الكومنت. يعني لو بتتذكر غير امازون وجوجل وفيسبوك اكتب لي اياها في الكومنت، خلينا اشوف شو بيطلع معك من افكار. Are getting too powerful. Okay, because of this problem there might be more rules and oversight on the internet and e-commerce in the future. اكيد بسبب هاي المشاكل، موضوع السكيورتي، موضوع ال spreading false information، موضوع ال abusing the information، موضوع ال privacy، راح يخلي عندنا oversight أو رقابة أكثر على موضوع الإنترنت وموضوع التجارة الإلكترونية حتى بالوقت الحالي، وأكيد بالمستقبل أكيد رح تكون الرقابة أكثر من هيك. Okay, the introduction to e-commerce. Use of internet to transact business include web, mobile browser and apps. يعني ممكن أنا من خلال الويب أو الموبايل براوزر and الابس، اوكي، مور فورمالي خلينا نحكي، هو عباره عن ديجيتالي انيبل كوميرشال ترانزاكشن بتوين اند امونج اورجانيزيشن اند انديفيدوال. يعني اكيد لما نيجي نحكي عن فكره اوكي، يعني لما نيجي نحكي ديجيتالي انيبل كوميرشال ترانزاكشن بتوين اند امونج اورجانيزيشن اند انديفيدوال، يعني معاملات تجاريه بتصير عندي بين المنظمات والافراد. طيب نيجي على الكونسبت للاي كوميرس. خلينا نحكي الاي كوميرس عباره عن اي، حرف الاي عباره ستاند فور الكترونيك، والكوميرس اللي هي التجاره، فصار عندي فكره التجاره الالكترونيه. ريفيرز تو ذا باينج اند سيلينج اوف جودز اند سيرفيس اوفر ذا انترنت اور ثرو الكترونيك مينز، يعني من خلال وسائل مختلفه الكترونيه. ات انكامبسز ا وايد رينج اوف اونلاين اكتيفيتيز، بتحكي اونلاين شوبينج، الكترونيك بيمنت، اونلاين اوكشن اند انترنت بانكينج امونج اذرز. هلا الفيتشرز او خلينا نحكي البينيفيتس للاي كوميرس هاز بيكم increasingly popular and essential in the modern world due to its convenience. ممكن يكون عندي انه more convenience, accessibility اكثر, ability to conduct business transaction 24/7 without the need of physical presence. Okay. Why e-commerce? Oh, e-commerce is growing fast and it's just the beginning. Tech keeps changing, offering chances for new business and challenge for old ones. اوكي، يعني التكنولوجيا دائما في عندك تغييرات بتصير عندك، وهاي التغييرات ممكن تكون new opportunities للبزنس، at the same time ممكن تكون عبارة عن challenges للold ones، للتك اللي بتكون او التكنولوجيا اللي ممكن نوعا ما صارت قديمة. lots of job opportunity come with e-commerce. اكيد الاي-commerce تفتح لك ابواب كثير، يعني ابواب كثير معناته رح يكون عندي فرص عمل متنوعة. more big changes are coming thanks to tech and innovation. اكيد بمساعدة التكنولوجي والانوفيشن، الابتكارات. expect most transaction to be digital soon. يعني اكيد انت بتشوف التحول الرقمي، كل شيء عم يصير عندك digitalized، فبالتالي شيء طبيعي جدا انه يكون عندك حتى عملية الترانزاكشن for all process to be digital soon. Businesses must use digital tech to stay competitive, especially after COVID. يعني احنا كلياتنا يمكن عشنا مرحلة او عاصرنا مرحلة كورونا بانديميك، وشفنا انه الحياة نوعا ما اتوقفت وتحولت اونلاين، من ناحية البزنس، من ناحية الاديوكيشن، من ناحية استشارات، فتحت فرص كثير، خلت الناس تركز على كيف خلينا نحكي بيحكوا لك الحاجة أم الاختراع. يعني بدك تحاول تخترع أي شيء مشان تمشي أمور حياتك اليومية، سواء أنت كانت عندك سمول بزنس، برايفت بزنس،
شركات متوسطة، شركات كبيرة، كلياتها لازم تتكيف مع هذا الوضع، وتحولت ل يكون في عندنا مثلا اونلاين ميتينجز، اجتماعات، او العمل عن بعد. اوكي، learning about e-commerce help spot future opportunity and risk. ممكن خلينا نحكي انه الاي-كوميرس ممكن زي ما حكيت من شوي يكون في عندك فرص، at the same time في عندك ريسك، وهذا طبيعي جدا كقاعدة في البزنس، بحكي لك high risk high return even within the traditional business. Okay, you will learn how to analyze commercial ideas, pick business models, understand tech and market effectively. طيب خلينا نحكي الآن عن difference between e-commerce and e-business. خلينا نحكي إنه e-business عبارة عن digital enabling of transaction and process within a firm involving information system under firm's control. Okay. Or does not include commercial transaction involving an exchange of value across organizational boundaries. يعني انه صار في عندك اللي هو ديجيتال انيبلينج، يعني صار عندك تمكين رقمي للمعاملات والعمليات داخل الشركه، بما ذلك حتى انظمه المعلومات الخاضعه لسيطره الشركه. Does not include commercial transaction، يعني ما بتشمل المعاملات التجاريه اللي بتنطوي على تبادل القيمه عبر الحدود ايش؟ الحدود التنظيميه. طيب هلا برضه من ناحيه الاي كوميرس، مثلا باينج اند سيلينج ثينجز اونلاين، انت بتبيع اشياء اونلاين. الاي كوميرس انفولفز ترانزاكشن ذات برينج ان ماني، اكيد يعني بتجيب لك فلوس من خلال عمليه البيع والشراء. الاي بزنس اول ديجيتال اكتيفيتيز وذين اند اوتسايد ا كومباني انكلودينج اي كوميرس. خلينا نحكي انه الاي بزنس هي البيج امبريلا، والاي كوميرس از ا سبسيت اوف e-business. e-business focus on digital process with a company. e-business tools اكيد support او بتدعم e-commerce. They come together when a company system connect with other for transaction. اوكي. طيب بما انه بنحكي عن ال differences between e-commerce، خليني احكي لكم انه e-commerce refer to performing online commercial transaction and activity over the internet. So it includes activities like making monetary transactions, selling and buying products, etc. over the internet. Application and website are required for e-commerce. So some of the e-commerce activity including the following: paying different taxes, لما تدفع tax, ticketing, لما تشتري ticket over the internet, product sold or purchased online, online payment, online customer support, online accounting software. Okay. كلياتها تعتبر من الاكتيفيتيز الخاصه. مثلا اكزامبل للاونلاين ريتيلرز، مثلا احنا بنحكي عن الاي كوميرس مثلا زي امازون، اي بوكس مثلا، ديجيتال جودز، ممكن انا ابيع ديجيتال جودز، اوكي، او نحكي تانجبل جودز وهي بتكون ديجيتال مثلا زي الاي بوك. طيب لو نيجي نحكي عن الاي بزنس، انه يعني الاي بزنس performing all types of business activities through the internet. It includes activities like customer education, procurement of goods, raw material supply activities, selling and buying products, making monetary transaction over the internet. Website, apps, enterprise resource planning, ERP, customer relationship management, etc. يعني كل هاي الامور تشمل الاي بزنس، are required for a business. هلا خلينا نحكي مثلا الاكتيفيتيز، مثلا زي supply chain management، زي setting up online، لما تعمل setting up online store، هذا جزء يعني يعتبر activities من الاي بزنس. لما نحكي email marketing، لما نحكي monetary business transaction، لما نيجي نحكي مثلا online commercial transaction, selling and buying products. Example مثلا للإيكوميرس sorry example of e-business are e-commerce companies. يعني شركات الإيكوميرس هي تعتبر مثال على الإيبزنس and their different internal business activities. Okay. يعني مثلا زي الأوكشن سايت أو المواقع اللي هي المزادات العلنية، أو مثلا زي software and hardware developer سايت، يعني مواقع مثلا للديفلوبر فور اكزامبل. هاي تعتبر كلياتها امثله على الاي بزنس. اوكي،
خلينا نروح على النكست سلايد. اوكي، هلا مثلا بموضوع التكنولوجيكال بيلدينج بلوكس اندرلاينج اي كوميرس، مثلا عندك ال WWW اختصار او which is stand for World Wide Web، ال HTML عبارة عن هايبر تكست مارك اب لانجويج، الديب ويب اند سيرفيس ويب. خلينا نحكي مثلا باختصار شديد انه الديب ويب انه عبارة عن برايفت نتورك، والديب ويب هون انا باجي بحكي مثلا أو خلينا نبدأ بالسيرفس ويب. السيرفس ويب such as مثلا بتكون for public، يعني مثلا زي جوجل for example، هاي تعتبر سيرفس ويب، من خلالها ممكن تعمل سيرش على أي product service لأي واحد. لكن ديب ويب هي عبارة عن private network، ممكن تكون employees، ممكن تكون students، ممكن تكون ليوزر معينين على بلاتفورم معينة، أو يوزرز مثلا مشتركين بموقع معين بيقدم سيرفيس معين. والموبيل بلاتفورم هي من خلال الموبيل أبليكيشن. أوكي، هلا في سؤالين هون، هذول السؤالين برضو بدي تفكروا فيهم، اللي هي الأدفانتج والديس أدفانتج للأبس كومبير، يعني بدي أعمل عملية كومبير للأدفانتج والديس أدفانتج للأبس، وبدي أقارنها بالويب سايت. أوكي، فروم موبيل يوزر بيرسبكتيف، من وجهة نظر إيش مستخدمي موبايلات. وبدنا نحكي السؤال الثاني اللي هو what are the benefits of app for content owner and creators. اوكي، فكروا بهاي الأسئلة وحاولوا يكون في عندكم لها إجابات، يعني ابحثوا بالإجابات لهذه الأسئلة وأعطوني لو طلع معكم بعض الإجابات أشوفها من خلال الكومنتس. اوكي، خلينا نحكي عن الآن major trends in e-commerce. Okay, business trend include all forms of e-commerce show very strong growth. أكيد يعني أنت عم بتشوف نمو قوي جدا في موضوع التجارة الإلكترونية على مستوى العالم، على مستوى الشركات، على مستوى حتى الأفراد اللي بيكون لهم مواقع أو متاجر إلكترونية. Technology trends include mobile platform has made mobile e-commerce reality. Any, يعني خلينا نحكي مثلا انه any commercial transaction that take place via apps or mobile sites. صح ولا لا؟ هي تعتبر من ضمن الموبيل e-commerce او example على الموبيل e-commerce. يعني اي commercial transaction okay من خلال الابلكيشن الموجود على التليفونات او من خلال البراوزر اللي هو موجود برضو على تليفونك الموبايل سايتس. اوكي، هلا راح نحكي عن الاونلاين سوشيال انتراكشن، اكيد عندك زادت وصارت في عندي شيرينج الان، عمليه تداول المعلومات، الاخبار، المنتجات، السيرفيس اند سو اون. عم في عندي نوع من التفاعل الكبير عم بصير عندي بين الناس، وعمليه الشير من خلال السوشيال ميديا بلاتفورم بالعكس كانت تعتبر باورفول تولز وساهمت جزء كبير جدا من تطور الاي كوميرس او التجاره الالكترونيه. خلينا نحكي عن يونيك فيتشرز للاي كوميرس تكنولوجي. اوكي، الفيتشرز اللي هي الخصائص او المزايا للاي كوميرس. اوكي، يوبيكويتي، جلوبال ريتش، يونيفرسال ستاندرد، انفورميشن ريتشنس، انتراكتيفيتي، انفورميشن دنسيتي، بيرسوناليزيشن، كاستمايزيشن، سوشيال تكنولوجي. طيب نبدا فيهم واحده واحده. خلينا نحكي بأول واحدة اللي هي ubiquity. Ubiquity يعني everywhere، يعني availability، يعني e-commerce is available everywhere anytime, breaking free from physical limitation. انت لما بدك تشتري منتج معين من امازون ولا من اي موقع الكتروني، ممكن انت تكون في بلد معين والموقع يكون بامريكا او بالصين، فما عندك انت مش مربوط انت بحدود جغرافية ولا مربوط بتايم معين ولا وقت معين. لذلك ما بحكي لك ايش breaking free from physical limitation، مش راح تكون انت موجود physically. اوكي، على الماركت سبيس اكسبانشن، يعني الاسواق الفيرتشوال ماركت عم تتوسع، ان الاي كوميرس ميكينج ا فيرتشوال ماركت بليس ذات جوز بيوند يوجوال بوردرز اند بليسز. يعني تتخطى، هي اصلا فكره الاي كوميرس انا بدي اتخطى عامل الوقت، بدي اتخطى عامل الحدود الجغرافيه، وهاي هي فكره الافيلابيليتي، اني اكون انا موجود everywhere في أي بلد. أنت ممكن بأي بلد تفوت على جوجل، بأي بلد ممكن تفوت على أمازون تدور على برودكتس معينة، تفوت على سايت معين فيه سيرفيس معينة،
وتشتري هاي البرودكت او تشتري هاي السيرفيس، واضح؟ فبالتالي راح يكون عندك لسه ترافل، ما راح يكون في عندك ترافل كثير. تخيل بمقارنه لو انا ما عنديش ما عنديش الان سمارت فون، ما عنديش لابتوب، ما عنديش ويب سايت، او بدي منتج معين موجود بامريكا، اكيد بدي اضطر اني اسافر او للصين، صح ولا لا؟ لكن مع وجود هاي التولز او هاي الادوات او هاي التطبيقات او هاي المواقع الالكترونيه او المتاجر الالكترونيه، قللت من عندي عمل السفر، فبالتالي صار في عندي لور كوست، يعني التكاليف عندي قلت، فبالتالي الشوبرز اللي هم المتسوقين سيف ماني بيكوز ذي دونت هاف تو جو فيزيكال ستورز، واضح؟ يعني مش لازم حتى من مدينه لمدينه داخل البلد الواحد، مش راح اسافر واشغل سيارتي او اروح بالقطار او بالترين، لا خلص انا بطلب الطلب وبحدد اللوكيشن، فبالتالي هنا الاكسبنسز ايش انا عم بعملها مينيمايزيشن، بقللها. ايزير شوبينج اتس سمبلر اند مور افورتلس تو شوب اونلاين ويتش سيف بيبل منتال افورت. اوكي، يعني بتقلل موضوع الجهد، سيفينج تايم، سيفينج ماني. يعني لا تستهينوا كلمة سيفينج تايم، لا تستهين انه سيفينج ماني، لا تستهين انك الكوست عندك عم بت لور كوست، عم بتقلل التكاليف، لا تستهين انه راح يكون عندك less effort. اوكي، طيب جلوبال ريتش نو باوندريز، يعني اي كوميرس ايزلي وركس اكروس ديفرنت كلتشر ريجنز اند كونتريز. يعني انت لما تفتح موقع معين، ويب سايت معين، متجر الكتروني معين، ثق تماما انه الكاستمرز تبعينك مش راح يكونوا ناشونال، هم راح يكونوا انترناشونال، والانترناشونال معناته بحكي على ديفرنت كلتشر، بحكي على ديفرنت ريليجنز، بحكي على ديفرنت كونتريز اند سو اون. فبالتالي انت بتتعامل مع بيج جلوبال ماركت، ات كونكت وذ ذا هول وورلد. اوكي، سو جاست لايك ذا نمبر اوف بيبل اونلاين، شوف عدد الناس او البيبل الموجودين اونلاين على السوشيال ميديا، تخيل كم عددهم، انت بتحكي بليونز، صح ولا لا؟ فهذول ممكن يكون عباره عن بوتنشال كاستمر لبرودكت فور سيرتن برودكت اور سيرتن سيرفيس. اوكي، ستارتس كويك، يعني نيو بزنس كان بيكم بوبيلر، او بتكون عمليه الستارت اب راح تكون كويكلي، مور كويكلي ذان تراديشنال واي. سكسس ديبيندز اون اتراكتنج بيبل، مهم جدا تعمل اتراكت للبيبل، يعني تجذب الناس. سو الرولز هون بحكي لك the more customer online business gets the better it does، يعني كل ما كان عندك عدد اكبر من الكاستمرز اعرف انه performance او ادائك ممتاز والبزنس تبعك successful. regular stores are usually only known locally not globally، يعني المحلات العادية التقليدية ممكن تكون معروفة على مستوى المدينة او على مستوى البلد الواحد فقط، ما راح تكون معروفة global، عكس لو انت في عندك متجر الكتروني او في عندك موقع الكتروني ممكن تكون معروف باكثر من بلد. يعني العالمية بتكون مفتوحة أمامك أكثر. The old ways hard to go global. Older way of selling like TV, newspaper have tough time reaching people all around the world. يعني لو تيجي نعمل هيك evaluation، كم عدد الناس اللي بيحضروا تلفزيون أو اللي بيحضروا بيسمعوا راديو أو اللي بيشتروا جريدة، فبالتالي هاي التول صارت عبارة عن old school، إني أنا أعمل من خلالها ماركتينج لبرودكت معين، لأنه عدد الأشخاص اللي بيحضروا التلفزيون مقارنة بعدد الأشخاص اللي بيحضروا يوتيوب أو فيسبوك أو اللي بيعملوا سيرفينج على الانستغرام أو حتى التيك توك، كلياتهم هذول بأعداد متزايدة أكثر من الأشخاص اللي بيحضروا التي في. أوكي، ليتس موف للنقطة الثالثة اللي هي يونيفرسال ستاندردز ان اي كوميرس. أوكي، هلا في عندي ستاندردز، في عندي معايير معينة. هلا التراديشنال كوميرس تكنولوجي اوفن فاري بتوين نيشنز، يعني في عندنا اختلافات بتوين الكونتريز، ممكن هاي الاختلافات نتيجه قوانين غرفه التجاره والصناعه في كل بلد، فالشركه او التجاره في دومين معين بدك تلتزم بمعايير معينه، زي مثلا نسبه التصدير، نسبه الاستيراد، في لها حسبه معينه او في لها معادله معينه، بحيث انه يكون في بنفيتس للمستورد اوكي او للمصدر، ات ذا سيم تايم برضه الشركات المحليه ما يصير فيها ضرر وضل في نوع من استقرار للاسعار بالنسبه للبرودكتس، يعني فينا معادله اقتصاديه مهمه جدا. طيب هلا فور كونسيومر ذا لور سيرش كوست ميكينج ات ايزير تو فايند سيوتبل برودكتس، يعني انت ككاستمر، انا بحكي هون انت ككاستمر اكيد عمليه السيرش لبرودكت معينه، كل ما عليك انك تمسك جهاز الموبايل عندك او اللابتوب، تفوت على الويب سايت او تفوت على الموبايل ابلكيشن
واتس ايزلي تو ميك سيرش فور سيرتن برودكت. لو بتدور على منتج معين، لو بدك تشتري تليفون معين، تعرف خصائص هذا التليفون. اوكي، العمليه سهله يعني، وبتصير في عندك عمليه كومبير بالنسبه للبرايسز، لانه راح يحط لك البرايس مثلا اندر ايتش برودكت، صح ولا لا؟ اوكي، فبالتالي هاي البرايس اتس سبوست تو بي اكوريت. طبعا في عندنا نتورك اكسترنال بنفيت يوزر انيبلينج اكسس تو جلوبال سبلايرز، يعني بتسهل عليك انه يكون عندك اكسس. مثلا لو انت عندك مصنع معين او عندك شركه معينه وبتتعامل مع جلوبال سبلايرز، مع موردين ممكن يكونوا موجودين بأكثر من بلد، من خلالهم ممكن أنت تعرف مين أحسن مورد تتعامل معاه، من خلال الأسعار اللي هو بيقدم لك إياها، من خلال الكواليتي أوف رو ماتيريالز، ممكن يعمل لك ديسكاونت، ممكن يكون ملتزم معاك بالسكادجول أوف تايم برضو. هاي كلها عبارة عن معايير من خلالها ممكن تعمل ايفالويشن لأحسن سبلاير إنك تتعامل معاه. While not applicable to all products now, the potential for global access will likely be realized in the future. Okay. هلا مثلا نيجي على النقطة الرابعة اللي هي ال richness. Okay. Richness هون بنحكي عن إنها غنية بالمعلومات، بتعطيني detail message information. Richness means how much detail in a message. يعني بيعطيني معلومات عن برودكت معينة، full specification. مثلا لو أنا بدي أشتري تليفون معين أو موبايل معين، بيعطيني resolution، بيعطيني البكسل تبعت الكاميرا، الرام، السي بي يو، نوع السي بي يو، مثلا بطارية الموبايل كم أمبير، كم ساعة بتشتغل، شو في عندك مزايا، كل هاي الأمور بيعطيني إياها. فبالتالي في عندي معلومات غنية جدا. أو مثلا دواء معين، أو بتدور على برودكت مثلا متعلق بالكوزماتيك والتجميل وإلى آخره، بتشوف المزايا، بتشوف العيوب، بتشوف الأسعار، كلياتها هاي عبارة عن ايش؟ معلومات غنية. وفي عندك الاونلاين تشات، يعني مثلا من خلاله ممكن تطلع عندك البوب اب ويندو ويفتح عندك الكاستمر سيرفيس، ممكن يكون باي يوزنج اي اي مثلا، هاو كان اي هيلب يو، ويصير في عندك اخذ وعطاء بالكلام وتسال عن اسعار ومواصفات معينة اند سو اون. سو اتس جريت فور كومبلكس ستاف. اي كوميرس lets you sell complex things to many people online without meeting them in a person. يعني انت ممكن تبيع عدة أشياء أوكي أونلاين بدون ما أنك تقابل الأشخاص face to face أو شخصيا. الانتراكتيفيتي، هلا الإي كوميرس تكنولوجي enable two way communication between merchants, sellers and consumer. two way communication، في نوع من التفاعل، أسئلة، أجوبة، discussion، نقاشات and so on. whether أنا بدي أبيعك products or بدي أبيعك service. unlike traditional media، هلا traditional media زي التلفزيون، الراديو، هذا الحكي ما بيكون موجود فيه، يكون عندي two way communication. هلا الإي كوميرس بلاتفورم can engage user in conversation and gather customer information. يعني at the same time ممكن يكون في عندي conversation، يعني محادثات بين الموقع او المتجر الالكتروني وبين اشخاص بيستخدموا هذا الموقع، بيسالوا عن برودكت معينه، عن سيرفيس معينه. ات ذا سيم تايم انا ممكن اجمع معلومات عن الكاستم. فبالتالي الانتر اكتيفيتي بروفايد ا مور انجيجينج فيس تو فيس لايك اكسبيرينس فور اونلاين شوبرز. هذا الفيتشرز لايك كومنتس، فورم اند سوشيال نتورك وذ شيرنج اوبشن الاو يوزر تو اكتيفيتي انتر اكت وذ ميرشنت اند بيرز. يعني انت زي ما حكيت يمكن في بدايه المحاضره، انه الفورمز، المنتديات، الكومنتس، عمليه الشيرنج الان احنا من كلياتنا عم بنشوفها وبنعاصرها وبنستخدمها ات ذا سيم تايم. يعني كلياتنا ممكن تعمل شير لخبر معين، تعمل شير عن معلومه صحيه معينه، تعمل شير مثلا لو في خلينا نحكي تخفيضات، في بروموشن، في سيلز على منتجات معينه، بصير في شيرنج بتوين الفريندز او الاصدقاء الى اخره. طيب responsive design, dynamic product image, autofill forms and interactive search box enhance user engagement and convenience on e-commerce website. information density، اللي كثافة المعلومات زي ما حكينا من شوي. e-commerce give more and better information to everyone، عم بيعطيني معلومات عن اي شيء انا بدور عليه. هاي المعلومات it should be accurate and timely on time. e-commerce clears information gaps between buyers and sellers، يعني بتحاول تقرب وجهات النظر او الفجوات الكبيرة.
making price and cost clear، يعني خلص معروف السعر. لو في عليه ديسكاونت بيجي بحكي لك ديسكاونت مثلا 10 20 30%، وهذا الحكي موضوع البرايس والكوست هاي بتشجع ان يكون في عندي فير كومبيتيشن بين كومبيتيتورز، بين المنافسين. اونلاين سيلرز كان ادجست برايس اند ماركتنج بيس اون وات كاستمر لايك، يعني الاونلاين سيلرز ممكن يعمل ادجست للبرايس، يغير موسم رمضان، موسم عيد، كريسماس، تخفيضات نهايه السنه، الجمعه البلاك فرايداي او الجمعه البيضاء اند سو اون. اوكي، اوفرينج ديفرنت برودكت اوبشن لايك لو كوست تراستد براند، ممكن يعطيك مثلا براندات او علامات تجاريه موثوقه، اور هاي كواليتي برودكت ثانكس تو اول افيلبل انفورميشن. يعني من خلال الانفورميشن رح يصير في عندك مقارنات لمنتجات معينه، تشوف مين اللو كوست، مين اللو برايس، مين بعطيك هاي كواليتي، مين التراستد براند اند سو اون، مثلا الكاستمر ريفيو. يعني في عندك تولز ممكن تستفيد منها. طيب personalization and customization. هلا الاي كوميرس تك ميكس personalized marketing possible using names, interest and past and sorry and past buys. اوكي، يعني انا بدي اعمل customization او personalization لماركتينج، يعني من خلال التولز هاي الان صارت ممكنه، لانك انت بتعرف الان الانترست تبعت الكاستمر، اهتماماتهم، وبتعرف نمطه خلينا نحكي عندك الهيستوريكال داتا، يعني عندك بيانات تاريخية عن كاستومرز معينين، نمط شرائهم، شو بفضلوا، شو طبيعة المنتجات اللي بحبوها، شو معدل الشراء مثلا الشهري الأسبوعي السنوي، شو البادجت تبعيته، ممكن تعمل له فوركاستنج حتى لموضوع البادجت. فبالتالي البرودكتس كان ماتش يوزر بريفرنسز اند اكشنز. Info from online interaction provide personalization and customization. Traditional commerce tech cannot achieve this level of personalization. طبعا التجارة التقليدية ما عندها هاي التولز، صح ولا لا؟ يعني انت بدك تعمل customization لبرودكتس معينة او سيرفيس معينة بناء على اهتماماتهم. بالعكس الاي كوميرس الاونلاين بلاتفورمز في تولز فعلا بتمكنك وتعرف كل واحد شو بفضل وشو بحب وشو معدل شراءه وشو البادجت تبعته وشو اهتماماته، كل هاي الامور انت ممكن تستفيد منها. فبالتالي مثلا لو نيجي نحكي فور اكزامبل اونلاين ميديا لايك فاينانشال تايمز، انت ممكن تعمل بيك اب نيوز وانت تعمل جيت اليرتس او شوينج بيرسوناليزيشن، شو خلينا نحكي اهتماماتك بالاخبار، ممكن اهتماماتك الاخبار العاديه، امور سياسيه، ممكن امور اقتصاديه، امور جغرافيه، بتحب حاله الطقس، بتحب امور فنيه اند سو اون. اوكي، فبناء عليه ممكن تحدد حتى النوتيفيكيشن، فهي تعتبر جزء من البيرسوناليزيشن او كاستمايزيشن. البزنسز كان اند بزنسز كان تارجت سبيسيفيك جروب اند امبروف كاستمر انجيجمنت وذ ذيس تولز. يعني هاي الداتا اللي انا بجمعها من خلالها ممكن اصير احدد مين هم التارجت بيبل تبعي. لو انا عندي مثلا شركه ملابس، عندي شركه تليفونات، عندي شركه اكسسوارز معينه، عندي شركه كوزماتيك معينه، بناء على هاي الداتا بصير اعرف اعمل ماركتينج مين هم التارجتد بيبل، مين هم الناس اللي انا بدي استهدفهم. فبالتالي بصير اخصص منتجات معينه بناء على فئه عمريه معينه او بناء على جندر معين، سواء كان ميل او فيميل. اوكي، نيجي على اللاست بوينت، سوشيال تكنولوجي يوزر جنريتد كونتنت اند سوشيال نتورك. اي كوميرس تكنولوجي انيبل يوزر تو كرييت اند شير كونتنت جلوبالي فوسترينج سوشيال انتراكشن. Unlike previous mass media, which used one-to-many broadcast model, e-commerce allow for many-to-many model of mass communication. Okay. اللي هون بيحكي لك انه في عندك عملية compare او مقارنة بين ال previous media السابقة والميديا الحالية. الميديا السابقة زي التلفزيون زي الراديو عبارة عن one-to-many، يعني مذيع الأخبار، مذيع البرنامج، اوكي، هذا شخص واحد وبعمل برودكاست ل مثلا آلاف من الناس أو ملايين من الناس. لكن الإي كوميرس ممكن ك ك كميديا إنها تكون ماني تو ماني، يعني ممكن يكونوا شخصين عم بيعملوا بودكاست معين وبحضرهم مثلا ملايين من الناس، أوكي، أو 3 أشخاص أو 4 أشخاص إلى آخره، وصير في عندك نوع من الانتر اكتيفيتي، صح ولا لا؟ وصير عندك شير مثلا للكونتنت، شير لكومنت، شير لفيديو لفوتو، يعني التفاعل طبعا كبير جدا مقارنة بالتراديشنال ميديا. اوكي، هلا مثلا من ضمن النقاط اللي احنا بدنا نحكي فيها التراديشنال ميديا
relied on experts to create content for large audience while e-commerce empower users to produce and distribute their content. يعني زي صناع المحتوى الآن، كل واحد ممكن يكون عنده صناعة محتوى مثلا في دومين معين، في ناس مهتمة مثلا في الفاشن، في الكوزمتيك، في ناس مهتمة مثلا في موضوع الاي تي والتكنولوجي والبرامج والمواقع المفيدة، يقدم معرفة، يقدم خبرة، في ناس بتقدم استشارات قانونية، في ناس بتقدم استشارات هندسية، في ناس بتقدم استشارات طبية، نصائح عامة، قضايا بتهم المجتمع. يعني يعني الكونتنت تبعنا مختلف، بس يعني في عندك powerful tools ممكن انك تستخدمها وتنطلق منها. This shift in media dynamic leads to formation of a new social network اكيد و strengthen the existing one. The transformation enhance social engagement and interaction within the digital market place. يعني خلينا نحكي انه يعني خلينا نحكي انه هذا التحول بالمشاركة الاجتماعية والتفاعل داخل الأسواق الرقمية عم بتزايد عندي أو بتم تعزيزه في أدوات تكنولوجي أو تقنيات حديثة. الآن برضو من ضمن الأشياء بدي إياكم هيك تعطوني بعض الأمثلة لمقارنات، أوكي، ممكن إنك تفكر فيها تقارنها مثلا بالبريفيوس ميديا والكارنت ميديا. يعني فكر لي بمقارنة مثلا بوسيلة كانت تستخدم في الماضي في وسيلة تستخدم في الوقت الحاضر، وقارن بيناتهم من ناحية الادفانتج، من ناحية الديس ادفانتج، من ناحية أي وحدة more powerful and so on. احنا هيك وصلنا إلى نهاية الفيديو وإلى نهاية المحاضرة لتوبيك 1 بارت 1. إن شاء الله راح نكمل توبيك 1 بارت 2 بفيديو تاني. ما تنسونا من اللايك والشير والاشتراك بالقناة. Have a nice day. سلام.